السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة باش نواصلوا حديثنا حول أدوات تحليل وفحص الأكواد في باور شيل. طبعا في الحلقات السابقة شفنا عدة أدوات لفحص وتحليل الأكواد في باور شيل. في هذه الحلقة باش نتحدثوا حول أداة معينة ألا وهي أداة اختبار الأكواد. طبعا هناك بعض الأدوات لاختبار الأكواد في باور شيل، ولكن أهم أداة وأبرزها على الإطلاق هي بيستر. طبعا بيستر هي فريمورك معناها كتب، معناها كليا أو تقريبا كليا من خلال لغة باورشيل لاختبار أكواد باورشيل. تقنيا بيستر هي وحدة كما نشوفوا الآن، نحطوا مثلا جيت موديل وبيستر أو ليست available، نشوفوا هكذا، شوفوا هنا بيستر، النسخة التي عندي هي 4.4.2 كما تشاهدون، هي وحدة من نوع سكريبت. كنحلوا هذه الوحدة، مثلا نحطوا هكذا، نفتح الوحدة بتاعنا هذه بيستر، نشوفوا أنه هي وحدة عادية كما تشاهدون كسائر الوحدات. هناك بعض الدوال كما تشاهدون، هذه الدوال هذه معناها تقنيا ما هو بيستر. طبعا بيستر كما قلت هو فريمورك خاص لتحليل الأكواد باور شيل، وليس لتحليل معناها لغة أخرى كما مثلا في بعض لغات البرمجية الأخرى. أدوات الاختبار تقدر أن تحلل حتى بعض اللغات الأخرى، ولكن في بيستر لا يستطيع أن يحلل إلا أو يختبر إلا لغة باورشيل نفسه. الآن خلينا نشوف مع بيستر ماذا نقصد بالاختبار. طبعا هناك عدة أصناف متاع اختبارات، مثلا يونيت تيست، خلينا نكتب هنا باش تكون واضحة. ثم مثلا يونيت تيست هذا نوع من الاختبارات، ثم انتجريشن تيست، هذا انتجريشن تيست هذا نوع اخر من الاختبار. بيستر يدعم كل هذه الاصناف نتاع الاختبارات كما باش نشوفوا لاحقا ان شاء الله، ولكن قبل كل شيء خلينا نعطيهم مثال معناها تقني حول كيف نستخدم بيستر او كيف نستخدم هذه الاداه هذا الفريمورك لاختبار الاكواد نتاعنا. طبعا اول اختبار هو هيلو وورد كما تعرفون، يعني عندما ندخل لأي لغة برمجة أول معناها مثال يعترضنا هو معناها هيلو وورد. نشوف مثلا كيف نستعمل ذلك، نحط مثلا ديسكرايب، نحط مثلا فيرست تيست وبه العملية، نقول له مثلا هيلو وورد سوزي هيلو. طبعا كما نشوف هنا نجد انه لغه بيستر تختلف عن معناها نظريا اقصد معناها في البعد النظري، يعني البعد البصري اقصد، تختلف عن لغه باور شيل كما تشاهدون. ليس هناك معناها كوموندلات او دوال، ولكن هناك مفردات. هذا لماذا؟ لانه بيستر هو دي اس ال دومين سبيسيفيك لانجويج، كتب خصيصا طبعا كتب من خلال باور شيل لغرض معين ومخصص ووحيد، ألا وهو اختبار أكواد باور شيل. ولذلك معناها لغة أو الدي اس ال دومين سبيسيفيك لانجويج هو شيء جيد في هذا معناها من خلال بيستر. لماذا؟ لأنه يسهل لنا الاختبار كما تشاهدون. طبعا كما تشوفون هنا نشوفوا أنه الطريقة سهلة جدا في الكتابة وطريقة مفهومة جدا. ديسكرايب هنا نعطي هنا ماذا نريد ان نقوم بالديسكرايب، ثم هنا الاسيرشن نتاعنا كما تشاهدون هيلو وورد يجب ان تكون هيلو. ترى نشوفوا ماذا سيعطينا هنا بيستر. طبعا ننتظر قليلا، لماذا ننتظر قليلا هنا؟ لانه لم يحمل الان بيستر، لم يحمل الوحده بيستر الان، هنا باور شيل يحمل الوحده بيستر ثم يقوم بالاختبار. تشوفوا هنا انه يعطينا describe first test
لهذه بالأخضر كما تشاهدون، ثم يعطينا بستر هنا رسالة خطأ. قلنا أنه expect the string to be the same but they were different، يعني هناك اختلاف في السترينج الموضوع كما تشاهدون. hello world يجب أن تكون hello، وهذه معناها أول درس يجب أن نعرفه في الاختبار أو في هذه معناها الطريقة للفحص وفحص وتحليل الأكواد، أي أقصد بذلك الاختبار. أول درس هو أن يكون الاختبار بداية، طبعا هذه معناها في الغالب يجب أن يكون الاختبار أول اختبار يكون خطأ، يجب أن تصير رسالة خطأ في أول اختبار. لماذا؟ لأنه هذه النظرية متاع الاختبار، طبعا مش في كل الحالات لازم تصير أخطاء، ولكن معناها الباز معناها الأساس يجب أن يكون هناك بداية خطأ. لماذا؟ يجب معناها كي تصير خطأ هنا نستطيع أن نصلح هذا الخطأ. طبعا نشوفوا كيفاش نقوم به، ممكن نحطه هنا طبعا خطأ سهل جدا هذا هيلو وورد الآن، نشوفوا كيف ستأتي النتيجة، ولكن قبل ذلك نشوف هنا إلا هذه العلامة. إذا يعني أنه هناك خطأ وتصير بالأحمر هكذا بالخط الأحمر. نشوفوا هذا الآن، نشوفوا أنه نقوم بالعملية نفسها، نشوفوا أنه الاختبار تم الآن بنجاح. ولكن قبل ذلك هناك شيء أنا نسيناه، هو كانوا أنه يجب أن نضع هنا، هو مش إجباري ولكن نحطوا إيت هنا حتى نقوم ب وضع الاسيرشن داخل هذا السكريبت او هذا البلوك الاخر. نحطه مثلا شوفوا نقوم بنفس النتيجه، جينا هنا هيلو وورد يعني النتيجه صحيحه، شوفوا هنا مع علامه مع هو باللون الاخضر. طبعا اسيرشن عديده جدا في باور شيل، عنا شو البي هنا، شو البي هكذا، عنا عدة أصناف أخرى، يعني نفتحه هكذا نشوف شو البي، ونجم نعمل نيجيشن أو العكس، نوت مثلا نوت بي، هيلو مثلا، يجب أن لا تكون هيلو، شوف نتيجة صحيحة. ولكن هناك شيء آخر قبل أن نواصل الحديث، نجم نقوم بكتابتين في البست، نجم نحطه بي هكذا، الوورد، هذه الكتابة القديمة. ولكن الآن كتابة جديدة هي نضع هكذا، كي نكتبه هكذا بهذه الطريقة هنا، شنو الفرق هنا؟ كي نكتبه هكذا بهذه الطريقة فإنه هنا معناها نحن محصورون في الـ arguments. arguments يعني ماذا أقصد بـ arguments؟ طبعا قبل أن نتحدث عن arguments يجب أن نقول أن describe هي دالة، it هي دالة، وشولد هي دالة. مش نفتح هنا مثلا نحط الفانكشن output describe هي describe هذه، نجدها أنها دالة كما تشاهدون، هي دالة هي describe. عندنا كذلك مثلا eat كذلك كما نشوف هنا، هي كذلك هي دالة، وشولد كذلك هي دالة. طبعا انا موجود هنا ولكن انا نبحث عنها. البي هذه هي argument او argument يعني الذي تحدثنا عنه سابقا، هذا هو عندما تحدثنا على الدوال تحدثنا عن argument هذه، يعني نجم نضع عدة argument بعد الدالة. ولكن في عندما نضع بهكذا الطريقة الجديدة للكتابة هنا، هذه تسمى بارامتر ديناميك أو بارامتر ديناميكي، وهذه أفضل لأنه معناها يوفر لنا عدة أشياء جيدة. نشوف هنا بي نوت اكسبكتد فاليو بيكوز هنا كي نحطه مثلا، نحطه مثلا هكذا، مثلا نحطه شو البي مثلا وورد، شوفوا النتيجة الآن، جينا لسه الخطأ كما تشاهدون. نجم نحطو بيكوز هنا مثلا،
نحطوا اي شيء، مثلا نحطوا because hello world مثلا، اي حاجة نحطوا مثلا، نحطوا كذا مثلا، شوفوا ماذا تأتينا الان. جينا معناها تحليل اكثر because، جينا الوحدة نتاعنا هيك، هذا سمايل. طبعا نجمو نضيفه بهذه الطريقة. كذلك مش عنا شوز بي فقط، ولكن عنا عدة اشياء اخرى، مثلا بي اكزاكتلي. كذلك شو الفرق بين بي وبي اكزاكتلي؟ نحطوا بي مثلا، نحطوا هكذا هيلو وورد، شوف انا معنى الحرف الكبير، نضعه هكذا. الان جينا نتيجة صحيحة، ولكن يمكن نحطوا بي اكزاكتلي الان، بي اكزاكتلي جينا نتيجة خاطئة، لأنه يعني بي اكزاكتلي يجب ان تكون الحروف متساوية، يعني كبير كبير والصغير صغير. نحطوا هكذا الان في بهذه النتيجة. عنا كذلك عدة أصناف أخرى متاع اختبارات، bigger than مثلا، إما أن تكون أكبر من ثلاثة، مثلا نحطه هنا اثنان أكبر من ثلاثة، should be greater than مثلا hello world. جينا بهذه النتيجة، مثلا نحط مثلا هنا واحد، جينا نتيجة صحيحة. عنا عدة أصناف أخرى كذلك، عنا مثلا greater than be less or equal be in مثلا، عنا مثلا حطوا A مثلا، حطوا هنا E ومثلا S، شوفوا هنا كيف ستأتينا. جينا نتيجة خاطئة، ولكن نحطوا A لأن هنا يعني يجب أن تكون داخل ضمن هذه الأحرف، هنا النتيجة باش تجي صحيحة. كذلك بلايك، كذلك لازم نحطو بلايك، هي معناها هي لايك أو المشغل لايك في باور شيل، كما المشغل لايك في باور شيل. مثلا نحطو هكذا، مثلا نضعو مثلا وليد، نجم نحطو الآن ويلد كارد مثلا، نحطو هكذا، جينا نتيجة صحيحة. كذلك بلايك اكزاكتلي، يعني تنحطو بلايك اكزاكتلي تنحطو هكذا، جينا نتيجة خاطئة. لكن تنحطو هكذا الأحرف الصغير، تجم إنها تشابه الأحرف الصغير بالصغير والكبير بالكبير. هنا نشوفو أشياء أخرى. كذلك عنا ماتش هنا ريجولار اكسبريشن، طبعا مثال لازم نحطو هكذا مثلا، نجي نتيجة صحيحة، نحطو regular expression وعدة أشياء أخرى كذلك. بنل أو أمتي مثلا، نحطو هكذا نتيجة خاطئة، ولكن كي نحطو هكذا مثلا نجي نتيجة صحيحة. بي أوف تايب نجم نحطو حتى تيب نوع، نوع مثلا نحطو بي اوف تايب مثلا string مثلا int، نحطو مثلا هنا hello جينا نتيجة خاطئة، ولكن نحطو مثلا integer بعد 20 جينا نتيجة صحيحة. طبعا عدة كما تشاهدون، عدة أصناف كما تشاهدون، be true be false contain exist. طبعا exist هي بتاع ملف، مثلا حطوا مثلا اسم تاع ملف مش موجود، مثلا حطوا سي مثلا users need مثلا desktop فو نقطة txt، شوفوا النتيجة، جي نتيجة معناها انه فو txt ليس موجود. شوفوا هذا المسار، يعني في الديسكتوب يجب ان يكون هناك فو txt، يعني غير موجود فو txt. ترى ننشئ فو txt، نحطو مثلا هنا أنشأنا فو تي اكس تي كما تشاهدون، هو هنا موجود هنا. نعاودو الاختبار، شوف جينا نتيجة صحيحة. شوف بعض الأشياء مثلا exist file content match، هنا مثلا الملف يحوي مثلا
نجم نبحث داخل ملف مخيل Regular Expression هو Regex Expected Content كذلك File Content Match Exactly يعني هنا بالأحرف الكبيرة والصغيرة هذه معناها عكس File Content Match File Content Match Multiline هناك عندما نبحث نريد أن نبحث من خلال Regex من خلال Multiline وليس من خلال Single Line هتكون مثلا 5 لكن نحطه هكذا مثلا 4 تجي نتيجة صحيحة تكون مثلا 5 هنا يحسب الايتم تم هي هنا 5 طبعا عدة اشياء اخرى ومش هذه فقط ولكن من خلال بستر كل نسخة هناك اضافة جديدة مثلا هنا كذلك عندنا ثرو نحط مثلا نفس اللي نحطه هكذا مثلا ثرو لازم نضعها داخل سكريبت بلوك هل يعني انه هذا سيحدث خطا منهي للتنفيذ او لا ترى نشوفوا هنا لم يحدث خطا منهي للتنفيذ ممكن نحطه هكذا مثلا شوف جينا نتيجه صحيحه لانه هنا حدث خطا منهي للتنفيذ طبعا هذا هو بصفه معناها عامه بيستر طبعا بيستر مثلا نستطيع ان ننفذه بهذه الطريقه يعني اد هوك يعني مباشره نكتب بهذه الطريقة أو نجم ننفذه من خلال وضعه داخل وضع أكواد أكواد معناها بستر داخل ملف شوفوا الآن هذه الطريقة الأولى مثلا نحطه تراها نجرب نحطه هكذا نحفظ هذا الملف في الديسكتوب مثلا نسموه مثلا مثلا نسموه مثلا أي شيء مثلا نحط A ولكن نقطة تيست و بس واحد نكتب هنا تيست لازم نكتب تيست الفا معناها من خلال اس اكل ثم نحفظ الملف ترى نفتحه من جديد هذا هو الملف بتاعنا كما تشاهدون بان نجم ننفذه بطريقه اخرى مثلا من خلال شو هو الديسكتوب انفوك بستر هنا انفوك بستر من خلال انفوك بستر تجي معناها اوتبوت او مخرجات اكثر شوفوا الان سنخرجوا هكذا طبعا هنا خلينا نوقف تنفيذ البرنامج سنقول لكم لماذا لانه عندما نكتب انفوك بستر من غير حد شيء من غير مسار هنا بستر يبحث داخل معناها المجلد كافة يبحث هل هناك معناها ملف يحوي النقطة تيست نقطة بيز واحد أو لا عندما يعثر على هذا الملف فإنه مباشرة يقوم بتنفيذه حطوا انفوك بيستر ونضع مثلا A شوفوا هنا أعطانا نتيجة صحيحة ولكن هنا فما شيء آخر يعطينا كذلك تيست باست فما اختبار نجح واحد عندك فالد صفر ليس هناك أخطاء skip it صفر و pending صفر و include inconclusive صفر كما تشاهدون هذه الطريقة خلال invoke test طبعا شفنا نفذنا بستر من خلال طريقتين كذلك عنا شيء اخر نفتحه مثلا طبعا انا context زي كذلك تحدثنا عليها لم نتحدث عن الكونتكست طب شوف المعطى الكونتكست مثلا نفتحه هنا طبعا قلنا انه ديسكرايب نفتحه من خلال باور شيل يسوي افضل ديسكرايب هذه هي معناها نجم نقولوا هي الاب الذي يحوي جميع الاختبارات الايت هذه هي التي تحوي الاختبار وهذه هي الاسيرشن طبعا نستطيع ان نضع جروبات او جروب او مجموعات منطقيه كيف ذلك طبعا نجم نحط عده ايت هكذا مثلا ايت نجم نحط عده ايت هكذا مثلا نحط ايت هذه مثلا اي شود بي ا مثلا هلو مثلا
مثلا تيست ستريم او نحط مثلا تيست مثلا ايرور هكذا نحط النتيجة هكذا جينا نتيجة بالطريقة هذه. طبعا نجم نحطه معناها مجموعات منطقية كيفاش من خلال كونتكست، كونتكست هذه معناها كذلك مجموعة كيما ديسكرايب، نجم نحطه عنوان، عنوان لها ونقسم على حسب معناها المنطق، نجم نقسم منطقيا التحليل نتاعنا مثلا بهذه الطريقة. نقسم بهذه الطريقة، حطوا أي شيء، حطوا مثلا واحد أو اثنين. طبعا في الواقع لا نكتب هكذا، في الواقع يجب أن تكون معناها الوصف هو هذا، هذا الوصف يجب أن يكون معناها دقيق جدا حتى يكون الاختبار نتاعنا معناها جيد وناجح. شوف هنا كونتكست، هنا نجم نقوم بتقسيم منطقي للاختبار نتاعنا. ترى نفتح هنا كونتكست مثلا نشوفوا كيف. طبعا هذه الاكواد نتاع كونتكست هي معناها كذلك دالة، كونتكست هي دالة. شوفوا معناها كيف نقوم بهذه العملية، نحط مثلا ديسكرايب مثلا، هنا نحب نقول لكم شيء معين، نحط مثلا ديسكرايب، هذه كذلك ديسكرايب. شوفوا انه هناك طبعا شيء معين أردت أن أقوله لكم ولكن لم أجده به. المهم نحط هنا مثلا invoke pester فقط، فماذا سيفعل pester؟ سيبحث عن كل الملفات التنفيذية في اس واحد وينفذها. الإشكال هنا أنه الإشكال، ما هو الإشكال هنا؟ فما هناك مثلا باش نحط مثال مثلا تفهموني ماذا أقصد. نحط مثلا ndfo مثلا، ننشئ مثلا مجلد، ندخل داخل هذا المجلد مثلا وننشئ مثلا عدة سكريبت تسموه مثلا الأولاني واحد نقطة بي اس واحد والثاني نسموه اثنين نقطة بي اس واحد أو أي اثنين نقطة بي اس واحد مثلا، ونفتح جميع هذه الملفات في بي اس في ايسو. هنا مثلا هذا ملف نسموه نحطه مثلا رايت هوست هيلو هيلو واحد مثلا، نحطه مثلا نعطيه مثلا لون مثلا نسيو، وهنا نحط نفس الشيء مثلا في الملف سكريبت الثاني اللي هو كيلو اثنين مثلا. الآن عندما نريد تنفيذ هذه الأكواد مثلا، عندما نريد تنفيذ هذه الأكواد ترى نحاول نفذ هذه الأكواد مثلا، نحط مثلا فايلز مثلا get item نحن في فوق الآن، ترى نشوف هل نحن في داخل فوق أو لا. نعم نحن داخل فوق اس واحد، ناخذ فقط الفايل نيم أو الفول نيم المسار الكامل في هذه نيم هكذا، ثم نقوم بحركة تكرار مثلا فور اتش فايل نيم فايلز وننفذ كل واحد. مثلا نحط تراي مثلا كاتش حتى نمسك الأخطاء أو نصطاد الأخطاء إذا كان هناك خطأ مثلا في واحد من هذه الملفات، وننفذ كل ملف فنشوف النتيجة. نحطه هكذا تنفذ طبعا هنا كل الملفات، يعني هيلو وورد هيلو واحد وهيلو اثنين. نحاول إنشاء واحد آخر مثلا أيضا، نحطه مثلا ثلاثة نقطة في اس واحد أو نحطه سي بي واحد نقطة في اس واحد كذا اس واحد و اربع نقطة في اس واحد. هنا حطينا مجموعة من الفلتر،
اس دي حطوا 4 حطوا 3. طبعا هنا عشان 4 ملفات يعني زدنا اضفنا زوج ملفات خلي زوج سكريبتات خلي ترى ناخذ من جديد جينا 1 2 3 4 بهذه الطريقة. الآن نفترض مثلا أنه أحد السكريبتات كان يحوي الكلمة المفتاحية break مثلا حطوا في اس اي حطوا في 2 مثلا في اس 1 حطوا هنا break مثلا كلمة مفتاحية break شوفوا ماذا سيحدث. شوف نفذ 1 2 ووقف ولم ينفذ البقية وهذا معناها إشكال. هذا إشكال طبعا لتجاوز هذا الإشكال هناك بعض الطرق لتجاوز هذا الإشكال. من هذه الطرق أن نضع أن ننفذ هذا كل سكريبت داخل حلقة تكرار تتكرر مرة واحدة فقط. مثلا نحط مثلا هذه الطريقة دو مثلا نحط هكذا مثلا دو ممكن. واحد هكذا شوفوا عندما ننفذ الآن جينا 1 2 3 4 بهذه الطريقة. لازم كذلك نحط وايل مثلا او غيرها من حلقات التكرار ولكن تنفذ مره واحده يجب من حلقه التكرار تنفذها مره واحده. يعني هنا نجبر سكريبت ان ينفذ حتى لو كان يحوي كلمه مفتاحيه بريك. ولذلك مثلا كي نحطوا بيستر مثلا انه بيستر استعمل هذه الطريقه كثيرا. شوفوا هنا مثلا شوفوا هنا الدو وايل يستعمل هذه الطريقه كثيرا بيستر. طبعا تقريبا كل ما يبحث داخل في سكريبتات بي اس 1 فانه يقوم بهذه الطريقه. طبعا هذا شيء اردت ان اقوله بدايه. هذه طبعا بستر. طبعا نجم مثلا نحط مثلا شيء اخر مثلا نحطه هكذا مثلا شوفوا مثلا مثال مثلا قمت به. طبعا ولكن قبل المثال مثلا هنشوفوا شيء اخر قبل ان نقوم به المثال نحط جيت موديول مثلا تستر او نحط هنشوف محمل حي نعم حملناه جيت كوموند موديول تستر حتى ننظر في كل الاوامر التي يحويها هذه تحويها هذه الوحده. شوفوا هذه كل الاوامر طبعا شولد شفناها شولد تيست انكلوزيف هناك عدد اوامر كما تشاهدون. عن هنا نيو فيكستور شنو هو نيو فيكستور هذايا نحطه هكذا مثلا. طبعا ننظر هنا ايش عندنا بالضبط عن 4 ملفات نحذفها جميعا لم يعد عندنا شيء نحطه نيو فيكستور الان حطوا باث مثلا او حطوا نيم مثلا سموه مثلا بلوج. شوفوا ماذا ينشئ بيستر ينشئ اوتوماتيكيا زوج ملفات واحد اسمه لول والاخر اسمه لول تس نقطه بي اس 1. كي نفتحوا هذه الملفات شوفوا نحذف بازيك لول ينشئ لنا مباشره دالة اسمها لول ولول تيست بيس واحد ينشر لنا بيستر او الامر نو فيكسر هذه الاوامر. شنو تعمل هذه الاوامر؟ طبعا هذه الامر الاول الذي يحمل هذا سكريبت يحمل محتوى هذا سكريبت طبعا يحمل هنا هذه الدالة ثم هنا يقوم بالسكرايب اسم هذه الدالة ويقوم باختبار معناه أي اختبار تشوفوا الآن مثلا نحطه الآن مثلا انلوك تستر طبعا الاختبار هنا شوفوا أنه اختبار خاطئ ترو شود بي فولس هنا ترو شود بي ترو. لماذا الاختبار هنا خاطئ؟ لأنه هذه النظرة متاع الاختبار الاختبار يجب أن يكون دائما بداية خطأ حتى نستطيع أن نصلح هذا الخطأ. نحط انفوك بستر الآن ونضع مثلا لود تيست هكذا
ثم نقوم بالعمل. شوف هنا فالد واحد، يعني هنا ترو شود بي في الاصل ترو هكذا. نحفظ الملف ونقوم بعمل جديد. شوف جينا نتيجة صحيحة الآن. بيتقوم مثلا عندنا هنا لون، حطوا مثلا هنا خمسة مثلا، أو لنا العشية مثلا حطوا هكذا. ثم نجي لهنا نحطوا مثلا هنا ننفذ لول مثلا، لول نحطوا شو البي مثلا، شو البي مثلا ثلاثة، ونحفظ هكذا ونحطوا انفوك بستر. جينا نتيجة خطأ كما تشاهدون فيلد، لأنه لول هنا يجب أن تكون ثلاثة، يجب أن تكون المخرجات متاعها ثلاثة. هنا تقول لنا كما تشاهدون expected ثلاثة ولكن بتكون نول، النتيجة معناها نول. نحط هنا ثلاثة الآن ونرجع لهنا ونشوف النتيجة من جديد. شوفوا ماذا حدث، النتيجة معناها صحيحة. لكن حطوا مثلا هناك عدة انفوك بيستر يحوي عدة بارامترات، مثلا نجم نحطوا كذلك باسترو. باسترو يقوم بالاختبار ولكن يعطينا كائن يحوي عدة بيانات مهمة جدا جدا. طبعا نستطيع ان نوصل ياخذ هذا الكائن بطريقة معناها بسيطة. نحطوا هكذا مثلا، حطوا مثلا اين، ثم حطوا اين هكذا. جينا هذا الكائن نجم نغوص فيه مثلا، نحطوا تيست ريزولت مثلا وندخل داخل تيست ريزولت ندخل داخل هذه هذه البروبرتي كما تشاهدون. كذلك عندنا خلال انفوك بيستر عن عدة خاصيات أخرى، نجم نحط مثلا enable exit أو test name مثلا. الاختبار متاعنا نريد أن نختبر فقط نوع واحد، اسم اختبار فقط. عن code coverage كذلك مهم جدا، مثلا code coverage مثلا نحطو اسم لون بإس واحد، جينا code coverage متاعها، يعني الأوامر التي نفذت، ما هي الأوامر التي نفذت. أنا سأقيس ونحسب نفذنا 100% هذه الأوامر. طبعا لا يقول 100% هنا لا ترجع للاختبار، أنا لن نقصد أننا اختبرنا 100% متاع الأكواد ولكن نفذنا 100% متاع الأكواد. ولذلك نحطه هكذا مثلا نشوف النتيجة من جديد. نحطه كود كوفرج كومبليتد، نحطوا هكذا مثلا، نحطوا مثلا ثلاثة، نحطوا هكذا مثلا، نحطوا أو نضعوا مثلا لون مثلا هيك. ثم الآن ننفذ من جديد. شوفوا هنا كذلك نفذنا 100% بتاع الأكواد. طبعا أحيانا الأكواد لا تنفذ جميعا، هنا نجم ناخذ فكرة حول طريقة أو ما هي النسبة المئوية لتنفيذ الأكواد التي نفذناها من خلال انفوك بستر. عندنا كذلك عدة بارامترات أخرى، اكسكلود تاج هنا واكسكلود تاج كذلك مهمة جدا. مثلا تنرجعوا لهذه التاج واكسكلود تاج. عندنا كذلك ستريكت، استنى حطوا هكذا مثلا شو عن عدة أشياء نحطوا مثلا نحب نقوم بكذا في إبخار فقط الهيدر. هنا أظهرنا الهيدر فقط، نجم نظهر كذلك مثلا ديسكرايب فقط كما تشاهدون، نجم نظهر ما نريد نحن. التاج هذه مهم جدا، مثلا نحطه هكذا مثلا، ناخذوا هذا التست بتاعنا نحطه في كل مثلا ونحطه هنا مثلا تاج مثلا نجم نحطه عدة بلوكات ديسكرايب داخل الملف. نحطه تاج بي مثلا،
ونحطه هنا مثلا، نضع مثلا شو مثلا شو بي، أو نحطه مثلا بي شو بي بي مثلا، وهنا نحطه أ شو بي أ كذلك. should do something B. ترى الآن ننفذ الكود نتاعنا. شوف جينا زوز سكرايب كما تشاهدوا، راح نحطوا لون واحد ولون اثنين أفضل، تكون النتيجة أوضح. نحذف نقطة الشاشة وننفذ من جديد. شوف نفذنا الجميع. الآن يعني نجم نحطوا التاج، نختار التاج الذي نريد أن ننفذه ونحط ب مثلا، ننفذ فقط ب، نحط أ وننفذ فقط الأ كما تشاهد. طبعا هذه بصفة عامة الأشياء البسيطة كما تشاهدون من خلال البست. ترى نحط نأخذ مثال، مثلا مثال هنا قمنا به مثلا بازيك ب. الآن باش نقوم معنا بمثال، لازم نقولوا انه مثل لازم يكون واقعي. شنو المثال الذي سنقوم به؟ ماذا سنختبر الان؟ سنختبر انه الاوامر، الامر الذي سنضعه يجب ان يكون داله متقدمه بشروطها كذلك، لانه الداله المتقدمه كما شاهدناها في الحلقات السابقه لها شروط. هذه معناها الاختبار نتاعنا. ترى نفس على الاختبار بداية، هذا الخطأ الأول. شوفوا هنا عندنا ثلاث أشياء باللون الأخضر، يعني أنه الاختبار تم بنجاح في هذه الثلاث أشياء، ولكن هناك شيء هنا تم بخطأ. should be verb noun format. شوفوا ترى should be verb noun format يجب أن يكون كما تشاهدون هنا دال اسم مفعول، وأن الأوامر المتقدمة الأفضل والأحسن أن تكون ماخذة معناها الاسم تاعها يكون مثل الكوموند لاين، يعني أنه يكون القسم الأول فعل والقسم الثاني اسم. نحط مثلا باشو، باشو مثلا، سوف نختبر البارفو. شوفوا النتيجة الآن به. الامر الاول تم بنجاح، ولكن هنا خطا اخر. قلنا approved verb، approved base verb. ماذا نقصد approved base verb؟ بانه في الافعال التي نستطيع ان نقوم بها هي هذه الافعال، الافعال التي نستطيع ان نضعها كفاعل للامر، ولكن نحن لسنا محصورين في هذه الافعال، ولكن الافضل هو أن نكتب هذه الأفعال، وهذه الأفعال كما تشاهدون مقسمة على حسب مجموعات. طبعا البار التي كتبناها ليست موجودة هنا، ولكن ولهذا رجعت هذا الخطأ. نحط مثلا get، get مثلا food، get food مثلا كذلك، get food. ننفذ من جديد، ننفذ كذا أول. شوف هنا بسط جميعا، يعني كلها معناها نجحت العملية. خلينا نشوفوا الآن الاختبار بتاعنا كيف تم. طبعا هو اختبار بسيط جدا. هنا عندنا ديسكريبشن، عملنا هي ديسكريبشن، وهنا عملنا دالة بتاعنا، عملنا هنا كومون تيب حتى ناخذ كوموند انفو، حتى ناخذ الكائن كوموند انفو او فانكشن انفو كما تشاهدون، لاننا سنبحث سناخذ هذه الداله من خلال جيت كوموند، وستعطينا كائن معين. خلينا نشوفوا الكائن هذا، مثلا نحطه هكذا، شوفوا كيف تعطينا هذا الكائن الذي يحوي عده ميتا داتا، يعني بيانات فوقيه. سنستغل هذه الميتا داتا فيما بعد. كذلك استعملنا جيت هيلب هنا حتى ناخذ ميتا داتا الخاصه بالهيلب بالاعانه، حتى ننظر هل هذه داله متقدمه او لا. في ديسكرايب عملنا ادفانسد فانكشن،
ثم اخذنا الفانكشن هذه يعني الميتا داتا هذه. في الميتا داتا في الميتا داتا دي فما بارامتر اسمه نيم او اتريبيوت اسمه نيم. سنقسم النيم من خلال سبليت الى عده اجزاء. طبعا الشيء الاول سننظر هل هو ما اخذ شكل فيرب نون او لا. طبعا عندما قسمنا من خلال الشرطة هذه فيجب ان يكون جزئين فقط. اسم يحوي جزئين فقط يعني فيرب نون جزئين فيرب وناون. ولذلك عملنا كونت شورت بي اثنان. ولذلك هناك نحطه مثلا تدفو بار تدفو بار هنا تجينا نتيجة خطأ لانه هنا الكونت نتاعها ثلاثة ستكون وليست اثنان. شوف جينا نتيجة خطأ لازم تكون اثنان verb وناون. طبعا هذا الاختبار الاول. الاختبار الثاني هو approved verb base verb. طبعا خذينا الجزء الاول منين جبنا الجزء الاول من هنا من split. split هنا خذينا الجزء الاول get verb واخذينا الجزء الاول من خلال الاندكس صفر وقلنا should be not should not be null or empty يجب ان يكون موجود يعني الفيرب. الاختبار الثالث هو انه يجب ان تكون الامر بتاعنا يحوي commodity binding وهذا هو الصحيح يحوي commodity binding يعني انه هذه داله متقدمه. الاختبار الثالث يجب ان يكون هناك output type لهذه الداله لانه output type كذلك يمثل مظهر من مظاهر أن هذه الداله متقدمه ويعيننا كذلك في الانتليسنس كذلك فيما بعد عندما نستعمل بعض محررات النصوص كما يسوي مثلا. وهنا في الاخير نشوف هل يحوي سيستم هيلب او لا نظام اعانه او لا من خلال الديسكريبشن. هنا يحوي كما تشاهدون الديسكريبشن. طبعا هذا مثال بسيط جدا كيف نقوم باختبار يعني واقعي للاوامر نتاعنا او الاكواد نتاعنا نتاع الورشه. نشوفوا طبعا شيء اخر الان نشوفوا مثلا before وafter طبعا في هناك بعض الكلمات مفتاحيه الاخرى في بيستر كما describe مثلا وeat وغيرها. فعندنا after all وbefore each كل واحده منها تحوي script block وafter each وbefore all. After all هذه أو نبدأ ساعة before all عندما هنا نكتب before all هنا الكود هذه يتم مرة واحدة فقط بداية يتم مرة واحدة فقط ثم ينفذ بقية الأكواد الأخرى. After all ينفذ بعد إتمام هذه الأكواد جميعا before each ينفذ قبل أن ينفذ كل block it وافتر ايتش ينفذ بعد ان ينفذ كل بلوك ايتش كل بلوك ايت. كيف تشوفوا الان شوفوا هنا كيف تاتينا نتيجه حطوا هكذا. شوفوا هنا ديسكرايبنج تيست اولا بالاخذ هذا شوفوا بيفور اول وافتر اول نفذ مره واحده فقط. وهنا اختلاف الموقع هنا لا يمس النتيجة كما تشاهدون حتى هنا بفور اول ولكن نفذت هي قبل الجميع كما تشاهدون نفذت بداية قبل الجميع وافتر ايتش حتى لو وضعناها في بداية في بداية الاكواد ستنفذ في الاخير. شوفوا هنا بفور ايتش وافتر ايتش بفور ايتش وافتر ايتش هنا نفذت بفور ايتش قبل ايتش وافتر ايتش بعد ايتش ثم نفذت هنا هكذا بهذه الطريقة هذا before all و after all. نشوف طبعا الآن مثال متقدم ولكن قبل أن ننظر لهذا المثال المتقدم هناك شيء معين يجب أن نعرفه. طبعا عدة أشياء باش نشوفوها الآن ساعة باش نشوفونا ماذا سنبتدئ به. نبتدئ ساعة بالتست درايف مثلا. تست درايف شنو هو تست درايف هذا؟ عندنا متغير test drive او test drive
شنو هذه بالضبط؟ هذه معناها عندما نقوم ببلوك ديسكرايب عندنا نستطيع ان نستعمل متغير جديد اسمه تيست درايف، او نستعمل بيس بروفايدر خاص اسمه تيست درايف. شنو بيس بروفايدر اللي تيست درايف؟ تيست درايف هذايا عندما ننشئ ديسكرايب بلوك ديسكرايب جديد فانه ينشئ معه اوتوماتيكيا مسار في التامب، مسار في التامب، وهذا المسار نستطيع ان نصله من خلال تيست درايف او من خلال بيس بروفايدر تيست درايف. هذا المسار طبعا يكون موجود، لا يكون موجود، يكون موجود عند في بلوك ديسكرايب، ولكن عندما نخرج من بلوك ديسكرايب فانه يحذف اوتوماتيكيا. طبعا هذا التيست درايف هذا، التيست درايف هذا هو نجم نقولوا الاسم نتاعو من ينشأ من خلال، حطوا بيو ذكاء، من خلال باش نحطو هكا كي نتيجة أولى، نزيد نمبر عندي من صفر، نحطو نيو جويد هكذا أفضل، ينشأ من خلال جويد هكذا، يعني الاسم نتاعو يكون بهذه الصيغة. كما تشوفوا مثلا ناخذ مثل بسيط جدا، مثلا نحطو مثلا نحطو هكذا مثلا نحطو مثلا رايت هوست، نشوف نعرفش هكذا هل ستنجح العملية ولا تيست درايف، ننفذ، شوفوا هنا تيست درايف نتاعنا، هذه تيست درايف نتاعنا، شوفوا هذه مجلد اوتوماتيكي. طبعا لماذا المجلد؟ حتى نختبر داخل هذا، حتى مثلا يوفر لنا باستر مكان، مكان يعني ايزوليشن، يعني مكان معناها محمي، مكان محمي نستطيع ان نختبر فيه. طبعا هذا المكان هو مكان واقعي في الاصل، ولكنه محمي لانه معناها يكون داخل بلوك ديسكرايب، عندما نخرج بلوك ديسكرايب يحذف مباشرة. هذه تيست درايف نجم نكتبه بهذه الطريقة، أو إذا أردنا ندخل له مثلا نحط تيست درايف هكذا مثلا، أو ننشئ مثلا أي شيء مثلا أيتم تيست درايف مثلا هكذا، ثم نختبر من جديد. طبعا هذه تيست درايف. عندنا كذلك شيء كذلك مهم جدا اللي هو موك. موك طبعا أهم تقنية في اليونت تيست. اليونت تيست هذه أهم تقنية في اليونت تيست. شنو ماذا نقصد بالموك؟ الموك هي نجم نقولوا بطريقة معناها بسيطة جدا، هي معناها كيف نقول، ان ناخذ امر معين، مثلا فما امر معين مثلا نستطيع ان نغيره، مثلا نستطيع ان نغير مثلا مخرجة هذا الامر، او نستطيع ان نوقف تنفيذ الصيغة التنفيذية لهذا الامر. مثلا ناخذ مثل بسيط جدا، نحط مثلا نحذف هكذا، مثلا نفترض انه نريد ان نختبر مثلا الاكتيف دايركتوري، مثلا شيء معين في الاكتيف دايركتوري، والاختبار نتاعنا يجب مثلا ان ينشئ او يحذف بعض اليوزرز. هنا معناها الاختبار سيكون هنا صعب نوعا ما، لانه اذا فشلنا في الاختبار فيجب نجم نكون في موقع حرج جدا، عندما ربما سيحذف بعض اليوزر الذين لم نرد ان يحذفوا. ولذلك مثلا نجم نقوم من خلال الموك ب موكينج بعض الاوامر. مثلا ناخذ مثال بسيط جدا، مثلا ريموف ايتم، ريموف ايتم نجم نعملها الموك نتاعها، مثلا نحطو هكذا، مثلا سكرايب، مثلا افترضوا عندنا ديسكرايب من بلوك سكرايب، نحطو مثلا ويلو. مثلا طبعا دائما هنا نقول انه الديسكريبشن هذيا لازم تكون واضحة وتكون معناها دقيقة جدا، أما هنا معناها
نقوم فقط بأمثلة بسيطة جدا. طبعا هنا نجم نحطو نيم هي مثلا التست نتاعنا و تكستر هي سكريبت بلوك، ولكن نجم نحذفه هكذا حتى تكون معناها العملية معناها أبسط. باش نحط ايد مثلا هنا مثلا روموف يوزر مثلا روموف يوزر نحط تصور هنا نحط حتى مثلا روموف ادي يوزر مثلا كان وليد. نحن في الحقيقة نريد أن نختبر مثلا نحط هكذا مثلا الآن شولد مثلا هنا مثلا افترض هذه الطريقة، هذه الطريقة بتاع الاختبار. هنا أولا ساعة ما عادش هنا بتصير يونيت تيست، هنا بتصير انتجريشن تيست، لأنه هنا الاختبار باش يكون واقعي باش يمس الريسورس. لنجعله معناها يونيت تيست يجب أن نحول ريموف هذا يوزر أو أن ناخذ المحتوى الذي معناها الذي نريده، وحتى مثلا ريموف اد يوزر هو الذي ياخذ هذا المحتوى ويرسله من جديد. طبعا نشوفنا في موديل ببعض الامثله، مثلا هنا نجم نحطوا مثلا موك مثلا ونحطوا الموك نتاعنا مثلا نحطوا كوموند نيم مثلا ريموف ادي يوزر مثلا ونحطوا سكريبت بلوك نتاعنا هكذا. ماذا يعني هذا؟ يعني انه ريموف ادي يوزر سوف لن يقوم باي شيء، هنا سوف لن يقوم باي شيء. هناك اذا حكينا مثلا هيلو ريموف ادي يوزر سترسل هيلو، سوف لن يقوم بحذف وليد ولكن سيرسل القيمه هيلو. طبعا كيف فعل باور شيل هذه الكل بيستر هذه؟ من خلال تقنيه في باور شيل بسيطة جدا. التقنية هذه ماذا تقول هذه التقنية؟ باش نقوم بها الآن التقنية هذه باش نشوفوا كيف وصل بيستر إلى كيف أو كيف استطاع بيستر أن يقوم بهذه الموك. طبعا عندما مثلا ناخذ get child item، get child item هي معناها كومود ليت كما تشاهدون الآن، هي كومود ليت كما تشاهدون. ترى نحاول انشاء مثلا ديال اسمها get child item ونحطه مثلا واحد، نبدا من جديد get child item. سامحوني هنا حطينا شوية، نحط واحد هنا مثلا نبدا get child item جينا واحد. لماذا لم تنفذ؟ لم تظهر هذه، لم تظهر مثلا كما كانت من قبل، لم تظهر الملفات ولكن اظهرت واحد، لانه الداله تاخذ اسبقيه على الكوموند ليت. ولكن الان نحط مثلا نو الياس، نحط مثلا نيم جت شيلد ايتم، نحط جت بروسيس مثلا ونفذ الان جت شيلد ايتم. شوفوا هنا جينا جيت بروسيس. لماذا جاتنا جيت بروسيس؟ لانه الاختصار او الالياس ياخذ اسبقيه على الداله، والداله تاخذ اسبقيه على الكوموند ليت. طبعا هنا هي التقنيه المستعمله في موك، يعني انه مثلا عملنا سابقا هذه تقنيا. ماذا قمنا نحن تقنيا؟ عملنا هكذا، عملنا هكذا فانكشن ريموف ادي يوزر تقنيا. طبعا هناك اعمق من هذا، كي نشوفوا معناها من ناحيه التقنيه الدقيقه اعمق، ولكن تقنيا معناها من ناحيه السطحيه قمنا بهذه الطريقه. هذه ايش معناتها الموك؟ طبعا نغير ان نغير طبعا اما ان نوقف تنفيذ الامر كما هيك مثلا، ان الامر لن ينفذ، لن يحذف حقيقه الادي يوزر وليد، أو نقوم بإرسال محتوى معين مثلا بهذه الطريقة. طبعا وهناك أشياء أخرى كذلك من خلال الموقع. نشوفوا الآن مثال مثلا بسيط
شوف مثلا مثال عشان نفهم أكثر، مثلا Advanced Layer Math، خطوة Advanced. طبعا هذا مثال متقدم نوعا ما قليلا، به حطوا تراها هكذا باش تكون نتيجة أوضح. طبعا موديول به حطوا هكذا، هي عنا هنا بلوك تراي وبلوك فاينالي. بلوك تراي هذايا أولا سينشأ وحدة ديناميكية اسمها فو بلس وان، وسنقوم بإمبورت لهذه الوحدة كما تشاهدون، نشوفوها لاحقا هذه الوحدة. ثم هنا تنشوفوا واش معناتها اي موديل سكوب، سنراها لاحقا. هنا عنا فاينالي، فاينالي سنحذف هذه الوحدة عندما نتم الاختبار نتاعنا. نحلوا نشوفوا المحتوى. هذه الوحدة متكونة من زوز دوال، واحدة برايفت واحدة بوبليك، يعني واحدة خاصة واحدة عام. البرايفت هي get فو بلس 1، والعامة هي set فو بلس 1. وثم نقوم باكسبورت موديل ممبر لي set فو بلس 1، ونقوم بكريت بامبورت. طبعا هذا كل شفناه في الدوال او الوحدات المتقدمة. وحدة متقدمة، مش سامحوني، مش وحدة متقدمة، وحدة ديناميكية من خلال الموديل. نجم نرجعوا لهذه الحلقة. البرايفت فانكشن خلينا نشوفوا ماذا تفعل. برايفت فانكشن كما تشاهدون فانكشن بسيطة جدا هاي. ماذا تفعل هذه الدالة؟ طبعا اعطوها الباث، بارامتر باث هو المسار لمجلد معين. وماذا ستفعل؟ ستبحث عن كل الملفات من خلال الفلتر التي تحوي الاسم تاعها فو، يكون بذات اسم تاعها فو، ثم رقم، اي رقم، ثم تنتهي ب txt، يعني اي ملف txt يحوي فو ثم اي رقم من خلال فايل كما تشاهد. ثم باش نقوم بالسورت لهذه او ترتيب لهذه الملفات. طبعا ترتيب ليس ترتيب هكذا، ليس ترتيب عشوائي، ولكن ترتيب من خلال شرط ان يكون طبعا نحذف سنحذف الفو. ترتيب سيكون من خلال الارقام، يعني عندما نجد مثلا فو 1 txt، فو 5 txt، فو 7 txt، ثم فو 2 txt، سترتب على حسب الأرقام 1 2 3 و 7. ونقوم بديسندنج، يعني ترتيب تنازلي. set فو بلس 1 ماذا ستفعل؟ set فو بلس 1 هذه ستأخذ get فو بلس 1 نتيجة get فو بلس 1، تحط get فو، ثم سننظر كان get فو موجودة. إذا هنا ماذا إيش معناتها get فو موجودة؟ يعني هناك حقيقة فو، ملف فو ورقم. وإلز يعني إذا لم يكن هناك موجود ملف فو ورقم، سننشأ ملف اسمه فو 1 txt. هذا منطقيا سننشأ فو 1 txt لأنه لا يوجد أي ملف فو. ولكن إن وجد هنا فو أي فو رقم txt، ماذا سيفعل؟ سيحذف الفو. حسيلو هنا باش يقوم بعد أشياء. ثم ماذا سيفعل؟ سيفعل مثلا إذا وجد معناها آخر، إذا وجد ملف مثلا بالترتيب فو 50 txt، سينشأ ملف فو 51 txt. سينظر يعني الرقم الأخير ثم يضيف إليه واحد. هذه معناها نتيجة مختصرة. ماذا سيفعل؟ ماذا تفعل هذه الدالة؟ الآن سنختبر هذه الدالة. ماذا كيف سنختبر هذه الدالة؟ بداية خلينا نتحدث على الموديل سكوب. خلينا نشوفوا الموديل سكوب. نفترض الآن عندنا واحدة مثلا معينة. نفترض أن عندنا هنا مثلا واحدة. نحطوا معناتها نحن في فو الآن إليس، حطوا ريموف أيتم إلياس جابت الأيتم، سآخر نحذف الأليس ونحذف الفونكشن جابت الأيتم حتى ترجع الأليس نتاعنا كما كانت. به نحذف جميع هذه الدوائر وننشأ هنا ملف مثلا سكريبت مثلا نسموه مثلا فو كالعادة فو في اسمه.
بيس ايديت و بيس واحد عشان هنا في بيس واحد حطوا اي شيء حطوا فيه فونكشن مثلا او فونكشن مثلا ABC الو او نحطوا تنادي فونكشن اخرى اسمها ديف حطوا الو مثلا هذه طبعا هذه هي الدوال كما تشاهدون هنا ماذا فعلنا انشانا هنا داله تنادي لهذه الداله هذه الداله بدورها تكتب هيلو او تقوم باخراج السلسله الحرفيه هيلو طبعا عندما الان نقوم ب حطوا ABC هكذا ستكتب هيلو كما تشاهدون بدنا هيلو نريد أن نقوم ب export model نريد أن نحول هذه إلى واحدة export model member وننشئ ABC هكذا أن نريد أن نقوم بتصدير فقط ABC def سنجعلها خاصة دالة معناها خاصة و ABC دالة عامة نقوم بهذه الطريقة ثم ماذا سنفعل؟ سنحول فو بي اس واحد إلى فو أو نغير اسم فو بي اس واحد إلى فو بي اس ام واحد الآن سنقوم باختبار هذه الـ ABC و def نحطه مثلا الآن describe describe هكذا ثم نكتب مثلا describe فو حطوا import ساعة أولا import موديل ونكتب المسار مسار هذه الوحدة شوفوا المسار متاعها أين هو سنحطه فوق SN1 قمنا بالان امبورت هذه الوحده ثم نحط نقيت مثلا نحط مثلا واحد مثلا مثلا اتش نحط مثلا شو اللي هيلو نحط ABC هنا نشوف النتيجة الآن جينا صحيحة النتيجة الآن نريد أن نختبر مثلا DEF DEF جاتنا سنحط Export Model Member ABC فقط سنحط حدث هكذا نحطه هكذا ثم نشوف النتيجة الآن هنا يظهر لي باش تجينا النتيجة خطأ نسكري من فوق ودي ويف هنا معناش دي طبعا دي ويف شول بي كومود نوت فوند اكسبشن قلتلنا هنا الكلمة دي ويف ليست أمر متوفر ثم نحطه نحو هنا حط المكرر هنا جينا كذلك خطا كيف لماذا اولا الخطا لانه ديف هي داله خاصه برايفت يعني داخل هذه الوحده هل نستطيع من خلال بستر ان ندخل ان او نختبر الدوال الخاصه طبعا نستطيع ذلك من خلال كلمة تحية جديدة هي in module scope وهي كذلك دالة حطوا اسم
اسم هذه الوحدة وطبعا الايموديسكوب نجم تكون نجم تحوي ديسكرايب وكذلك ديسكرايب نجم تحوي الايموديسكوب. نشوفوا هكذا النتيجة، شوفوا دينا النتيجة صحيحة، يعني دخلنا هنا للسكوب للسكوب هذه الوحدة. طبعا السكوب هو معناها موضوع مهم جدا في باور شيل، نجم نخصصوا له كذلك حلقة باش نشوفوا ترى مثال بسيط على السكوب كيف استغل كذلك بستر هذه السكوب أو الطريقة التي استغلها من خلال بستر هذه السكوب. طبعا لن نتحدث عن الطريقة التقنية بدقة ولكن سنتحدث عنها بصفة عامة. مثلا نفترض مثلا عندنا قمنا هنا بوحدة مثلا حطوا وحدة مثلا ديناميكية نومودين مثلا شاهدنا هنا وحدة ديناميكية كما تشاهدون وداخل هذه الوحدة الديناميكية نحطوا لوكيشن مثلا نضعوا مثلا متغير يحوي الكلمة موديل ثم نحطوا مثلا فونكشن ديال تحوي بارامتر اس. هذا البارامتر هو سكريبت بلوك مثلا سننفذ هذا السكريبت بلوك وستنفذ طبعا هذا السكريبت بلوك سننفذه من خلال هذه الدالة ثم اكسبورت نقوم باكسبورت في هذه الدالة فانكشن اف وثم نقوم ب امبورت موديل سنقوم بامبورت لهذا الموديل هذه الوحدة يجب ان نقوم بامبورت موديل حتى هذه الوحدة تدخل داخل الجدول الخاص بالوحدات. طبعا هذه كله شفناه في الحلقة السابقة متاع الوحدات والدوال في باور شيل. الآن نقوم بإنشاء سكريبت بلوك مثلا نسميه مثلا أي شيء مثلا ماي سكريبت بلوك مثلا ويحوي مثلا رايت هوست لوكيشن مثلا لوب لوكيشن فرق الوين مثلا نحطو سلام يحوي طبعا لوكيشن هي هذي. الآن عندما ننفذ أو نحطو لوكيشن مثلا نحطو لوكيشن طبعا الآن ننفذ سكريبت بلوك نفذ هذا السكريبت بلوك. طبعا ماذا فعلنا نحن؟ هنا قمنا بوحدة ديناميكية فيها متغير اسمه لوكيشن كما تشاهدون يحوي سكوب الذي نحن فيه نحن داخل الموديول الآن وثم سنأخذ دالة اسمها F وستنفذ هذا السكريبت بلوك أو S هنا ضغطنا حطوا S ده. ثم نعمل اكسبورت موديل نمبر لهذه الدالة التي سنرسل لها بارامتر وستنفذه كسكريبت بلوك وسنقوم بامبورت هذه الدالة. ثم الان هنا عملنا ماي اس بي او ماي سكريبت بلوك فيها سكريبت بلوك اخر كذلك فيها سنظهر المتغير ماي لوكيشن. هنا قمنا بمتغير لوكيشن وكتبنا وهو يحوي اللوكيشن او السكوب الذي نحن فيه هي التوب سكوب ثم سننفذ هذا سكريبت بلوك. تعالوا نشوفوا الان النتيجه. جينا توب سكوب كما تشاهدون نحن يعني السكريبت بلوك هذا نفذ اللوكيشن هذه اللوكيشن. طبعا الان عندما نقوم بعمليه اخرى مثلا نفترض ان عندنا سكريبت بلوك اخر في لوكيشن ثم هنا باش ناخذو ماي سكريبت بلوك ترى نشوفو النتيجة الآن ماذا ستحدث. هنا جينا توب سكوب وهنا جينا سكريبت بلوك. لماذا هنا جاتنا سكريبت بلوك؟ لأنه هنا اللوكيشن موجودة في نفس هذا المكان في نفس وقت التنفيذ تم هنا يعني اللوكيشن تم ولذلك عندما نقوم بهذه العملية نحذف اللوكيشن لأنه
باور شيل هو لغة ديناميكية، فإنه يبحث لم يجد المتغير لوكيشن في السكوب الحالي، فإنه يبحث في السكوب الأعلى. نمشي جينا توب سكوب مرتين كما تشاهدون. لأن كيف ندخل للوكيشن تاع هذه الوحدة؟ كيف ندخل للوكيشن تاع هذه الوحدة؟ طبعا نجم نقوم بهذه العملية مثلا، نجم نضع مثلا M هي الكائن موديل، نقوم بهذه العملية مثلا نشوفوا شوفوا ماذا سيحدث مثلا. نقوم بهذه العملية جينا توب سكوب، حتى جينا بهذه الطريقة توب سكوب، نحطوا الآن كهكذا بارا مثلا، نحطوا بارا مثلا هنا، نحطوا هنا بارا مثلا و نضع ماسكيت بلوك كبارامتر، ثم ننفذ من جديد جينا توب سكوب كذلك، لأنه نحن الآن كذلك لم ندخل للسكوب متاع هذه الوحدة. لندخل سكوب هذه الوحدة يجب أن ننفذ أن ننشئ سكريبت بلوك من جديد، ثم ندخل لهذه الوحدة نبلوك كمان، ثم نيو سكريبت بلوك ونحطه هنا. طبعا هنا نفذناه من خلال السبريت هذه، نشوفوا الآن النتيجة، جينا موديول كما تشاهدون، يعني أنشأنا سكريبت بلوك من جديد هنا ثم نفذناه حتى ندخل للسكوب متاع هذه الوحدة الديناميكية. طبعا لدي بصفة عامة وبصفة مختصرة سكوب في باور شيل أو المجالات، المجالات هذه الكلمة اللي بحثت عنها وأنا ما جدتها فقط الآن. المجالات طبعا المجالات هو موضوع معنا متشعب كثيرا في باور شيل. نرجع للموضوع بتاعنا قبل أن ننساه من جديد. نشوف هذه معناها الأدفانسد فانكشن، شفنا هنا أنه الموديل سكوب دخلنا لهذه الوحدة. لماذا دخلنا هذه الوحدة؟ لأنه نريد أن نستعمل جيت فو بلس 1 وست فو بلس 1. عملنا هنا بلوك ديسكرايب يحوي زوز كونتكست، زوز معناها المجموعات منطقية، المجموعة المنطقية الأولى هي فو ان نوت اكزيست، المجموعة المنطقية الثانية فو ان اكزيست. يعني باش نشوفوا هنا هل فو ان في الكونتكست الأول لا ليس موجود. طبعا منطقيا اذا كان فو ان ليس موجود فعندما نستعمل سيت فو بلس 1 سينشئ فو 1 نقطة تي اكس تي، هذا بالمنطق. ولذلك عملنا في البلوك ات ماذا قمنا؟ تيست درايف فو، سننظر هنا في التيست درايف، يجب ان يكون نوت اكزيست، لا يوجد اي ملف فو في تيست درايف. هذه الاختبار طبعا الاول، هو طبعا هذه كل الاختبارات تتم بصفه واحده، هنا نقوم بست فو بلس 1 ولكن ليس في مسار اي مسار، ولكن في تيست درايف في هذا المسار، هذا المسار المحمي. عندما نقوم بست فو بلس 1 يجب ان يكون فو 1 اكزيست كما تشاهدون. هذا الاختبار الاول، طبعا ارجو ان يكون سهل هذا الاختبار، إن وجدتم إشكال فتنجموا تتركوا تعليق وإن شاء الله سأجيب إن شاء الله بإذن الله. كونتكست الثاني هنا فو ان اكزيست، فو ان اكزيست هذا كونتكست الثاني، it should be فو 57. شنو نقصد بذلك؟ هنا ماذا فعلنا؟ عملنا set فو بلس 1 test drive، ولكن ماذا فعلنا قبل ذلك؟ عملنا mock get فو بلس 1، عملنا mock. طبعا تذكروا شنو تعمل mock، الموك نجم نغير نتيجة مخرجات بعض الأوامر أو نغير في تأثير بعض الأوامر. جات فو بلس 1 هنا تنشئ لنا طبعا تنظر في أو ترسل لنا محتوى الذي وجدته، هنا سنرسل محتوى افتراضي، محتوى آخر آخر سننشئه نحن. طبعا عندما نفعل هذا هنا نجم ننشئ محتوى معناه لا يؤثر في الجهاز، يبقى في الذاكرة فقط. ناس ننشئ افتراضيا يعني فيرتوال مو هنا فو 56 نقطة تي اكس تي، كائن اسمه فو 56 نقطة تي اكس تي، هذا ليس موجود ولا يوجد، هو في الذاكرة فقط. الآن سيت فو بلس 1 نحطو تيست درايف، يجب منطقيا أن تكون هذه فو 57،
هنا تيست درايف 57 شود اكزيست، يجب ان يكون موجود. طبعا ارجو ان يكون هذه معناها واضح. هنا عسرت موكلز، هنا سنقول انه يجب ان تكون الموك هذه قد نفذت، ولكن نفذت في بلوك ايت، ويجب ان تكون الموك كذلك هي get for plus one. هنا معناها سنقوم ب معناها يجب ان تكون الموك قد نفذت. هنا نحطوا assert، يجب ان تكون الموك قد نفذت، وفي البلوك ايت كذلك هذا بلوك ايت. والموك لماذا حطينا get for plus one الكوموند نيم؟ لانه نستطيع ان نقوم باعاده موك داخل بلوك ايت. طبعا هناك حتى اشياء اخرى، مثلا عندنا مثلا نحطوا اختبار، اي اختبار مثلا نحطوا هنا اختبار هذا مثلا كونتكست نحطوا خلينا نقوم بسحب الاختبار هذا ونشوف النتيجه ساعه. شوف الاختبار تم بنجاح، تم كله بنجاح. نجم نحطوا مثلا هنا احنا وين هنا انا نجم نحطوا سكيب مثلا هنا، سكيب لهذا الاختبار. تاك كونتكست حطوا طبعا هكذا خلينا نشوفوا. سكيب لهذا الاختبار، نبدأ من جديد نشوف النتيجة. شوفوا هنا جينا شول بي فوق 56 سكيبت، يعني أن نقفز هذا الاختبار، نجم نقفز الاختبار من خلال وضع سكيب مثلا، أو نجم نحطه مثلا كذلك pending. شوف كيف تأتينا، ما تجيناش خضراء، تجينا هكذا. كذلك نجم نحطه test inconclusive كذلك، نجم نحطه يدل لي هكذا، عرفش هكذا يدل لي test inconclusive. نسيت انكونكلوزيف يقول لي هكذا. نشوفو نحطو اوا من تيستر، ست تيست انكونكلوزيف. نشوف النتيجة هكذا، نشوف هنا كيف تأتينا، كذلك تأتينا بهذه النتيجة. testing conclusive هو pending هنا، يعني أنه أحيانا تكون مثلا عندنا بعض الأكواد التي هي في طور الاختبار وليست معناها in production، يعني نجم نحطو test conclusive أو pending في هذه المرحلة. ماذا سنفعل؟ عندنا آخر كذلك، عندنا طبعا عدة أشياء أخرى. add assertion operator، add assertion operator هذي ماذا تفعل هذي؟ ما شفنا هنا should، should وعندنا exist وعندنا عدة أشياء أخرى، نستطيع أن ننشئ operator خاص بنا. يعني كيف ذلك؟ طبعا بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. طبعا add assertion operator هي الدالة كذلك. كيف نفعل ذلك؟ طبعا عملية بسيطة، نجم نشوفو نحطو example مثلا، هذا example كيف نقوم بهذه العملية. نريد أن ننشئ مثلا اختبار اسمه بي أوسم، نحطو actual value ونيجيت مثلا، ونقوم بهذا الكود البسيط جدا، ثم نقوم بأد assertion operator، نحط الكلمة المفتاحية التي نريد أن نختبر بها، ثم نحط هذه الدالة التي هي اسم هذه الكلمة المفتاحية، ونحط alias مثلا اختصار هذه الدالة، ثم نستعمل بهذه الطريقة بات should be awesome مثلا، جينا بهذه النتيجة. نشوف أشياء أخرى كذلك، عندنا كذلك شفنا after all after each.
كونتكست شفناه ديسكرايب، طبعا الموديل سكوب كذلك، عدة طبعا أشياء أخرى، عدة أشياء عنها هنا. طبعا لا نستطيع أن نتحدث عنها كلها. لماذا؟ لأنه حقيقة بستر لا يحتاج إلى حلقة أو حلقتين، ولكن يحتاج إلى سلسلة كاملة لوحده. طبعا شفنا هكذا، فنشوف نذكر نسيت شيء مثلا معين سأتحدث عنه أو لا. شفنا قبل كل شيء هنا، مش كل شيء، شفنا عدة أشياء. طبعا شفنا تيز درايف، شفنا الموك، طبعا الموك شفناه بطريقة بسيطة جدا، لم نتعمق فيه كثيرا. شفنا أسيرت موك كولت، عنا كذلك أسيرت أسيرت شيء آخر كذلك هنشوفه، أسيرت فيريفيد فيريفيبل موك كذلك أسيرت فيريفيبل موك، يعني أنه الموك يجب أن ينفذ في الأسيرت فيريفيبل موك. إذا لم ينفذ الموك هنا ترسل رسالة خطأ، هذه طبعا هذا كل شفناه. طبعا شوفوا ننتقل إلى شيء آخر كذلك الآن، بدون ننتقل إلى شيء آخر ربما نسيت عدة أشياء هنا لم نتحدث عنها. ننتقل إلى ننتقل إلى جيركين. بيستر كذلك يدعم جيركين. جيركين هي معناها طريقة معينة لاختبار كذلك الأكواد، تستعمل بي دي دي أو بها بيور درايف اند ديفلوبمنت بطريقة معناها خاصة قليلا كما نشوفوا الآن. طبعا كي نشوفوا مثلا فيرست، نشوفوا فيرست دي، طبعا جيركين دي تستعمل زوز ملفات، واحد يحوي السيناريو والآخر يحوي ستيب، الخطوات التي ستقابل هذا السيناريو. مثلا هنا شوفوا كلمة ستيبس، ترى نشوفوا سيناريو ساعة ولان بداية السيناريو اللي يحوي هنا فيتر، هذه كلمة مفتاحية فيتر والسيناريو، given كلمة مفتاحية، when كلمة مفتاحية، and كلمة مفتاحية، but كلمة مفتاحية، وthen كلمة مفتاحية. طبعا هذا سيناريو معين، السيناريو هو كونت لاين ان فايل، هذا طبعا ملف نصي بسيط جدا نحطه في السيناريو بتاعنا هكذا. لماذا؟ لانه حتى يكون معنا الاختبار واضح لجميع الناس، يكون معنا الاختبار اولا بسيط جدا، واي شخص ينجم يختبر بطريقه جيده جدا وبسيطه جدا كذلك. الفيتر هي كونت لاين ان فايل، سنقوم ب بحسب الأسطر في ملف معين. سيناريو add and remove line، هذه السيناريو نتاعنا نضيف أو نقوم بحذف بعض الأسطر. طبعا الآن هنا الخطوات التي نريد أن نقوم بها، شنو الخطوات؟ given file it's empty، it's empty يعني نفترض أن هناك ملف فارغ. عندما نضيف 5 أسطر لهذا الملف ونضيف كذلك 5 أسطر لهذا الملف، ولكن هنا نحذف زوز أسطر لهذا الملف، إذا النتيجة ستكون 10 أسطر. هذا طبعا اختبار ربما ليس واقعي، ولكن هنا يعطينا الصورة، صورة كيف تتم. نحط نبوء هنا نحط فورمان، نحط ثم نفتح الجميع. فتحنا زوز هكذا، هذا الملف السيناريو نتاعنا. السيناريو هذا يقابله ملف سكريبت باور شيل. طبعا الـ given file is empty هذه نجده هنا، الوان 5 لاين هذه نجده هنا،
حتى معناها كل واحده سيقوم باستر بالبارسينج نتاعها، ثم سيشوف النتيجه من خلال، طبعا هو كله سكريبت باور شيل. طبعا شوفوا هنا جيف فايل از امتي، هنا باش نمشي فايل ملف في التست درايف الذي شفناه في عندما شفناه في من قبل، وسننشئ هنا ملف جديد اسمه فو تي اكس تي. هذا هو الاختبار نتاعنا. عندما نضيف 5 اسطر هنا، اضفنا 5 اسطر لهذا الملف واضفنا 7 اسطر لهذا الملف نريد هنا، ولكن حذفنا زوز اسطر هنا كما تشاهدون، حذفنا زوز اسطر، اذا النتيجه 10 اسطر. هنا قمنا بالاسرشن نتاعنا، كنت عملنا كون في هذه الاسطر ويجب ان تكون 10 اسطر. فنشوفوا النتيجه، اذا معنا نحط انفوك بيركين، هنا باش يقوم باش يشوف يقوم ببارسينج، والنتيجة كما تشاهدون صحيحة. هذه الخطوة الفيرست فيرست نتاعنا. ريجكس كذلك الآن، انتقل إلى ريجكس. هذه الآن السيناريو نتاعنا، ماي سكريبت سيناريو. السيناريو نتاعنا شنو هو؟ سكريبت سيبورت. given we have script، نفترض ان عندنا سكريبتات. السكريبت الاول اللي هو get foo ps1 و new foo ps1 و set foo ps1 و from foo ps1، يجب ان تكون هذه سكريبتات متوفرة. كيف steps التي سنقوم بها؟ given foo هنا تركناها فارغة، ولكن هنا كما تشاهدون we have a كما تشاهدون نحطوا هكذا باش تكون الصورة أوضح. وهاب هذيا خدينا هذه كل سطر خدينا هكذا، ثم جعلنا أنه جيت فو بي اس واحد سنبحث عنها من خلال ريجكس. لماذا ذي؟ حتى نضعها طبعا نمد بارامتر، نمد بارامتر هنا باش نحطوها من خلال بارام، ثم سنستعمل بسكريبت روت اللي هو المسار الحالي، وسنضع سكريبت نيم هنا، وسنبحث هل ان سكريبت نيم اكزيست او لا، هو موجود او لا. طبعا نحطه هكذا الان، نختبر البوكرجين ما نعرفش معنا الصوره واضحه ولا. شوف هنا جينا عده اخطاء given we have a script، ولكن هنا get foo ليس موجود. نحاول نمشي get foo في اس واحد، نعد اختبار من جديد. يجي يقول لنا انه new foo في اس واحد غير موجود، نمشي new foo في اس واحد. نختم في اختبار من جديد، يقول لنا هنا انه سيت فو بي اس واحد غير موجود، نمشو سيت فو بي اس واحد، اختبار من جديد، وفي الاخير يقول لنا انه رومو فو بي اس واحد غير موجود، نمشو رومو فو بي اس واحد، ونقوم باختبار من جديد، ونشوف النتيجة، جي النتيجة هنا صحيحة. يعني هنا في نهاية المطاف تصير هنا لابد ان تكون هناك اخطاء من الاول، ثم تدريجيا نقوم بإصلاح هذه الأخطاء حتى يكون معناها الاختبار صحيح. ننتقل إلى شيء آخر، ريجكس اثنين هذي هذي هنا قمنا ب نحطه ساعة هكذا، النتيجة الأولى تسيدي ندخل هذا المسار، ثم نقوم ب نقوم بفتح كل هذه ملفات. السيناريو هو check content، سنبحث داخل content الفايل. given I have file name foo.txt، نفترض أنه عندنا file name اسمه foo.txt. foo.txt يجب أن يحوي وليد، وكذلك يجب أن لا يحوي words، يجب أن يحوي وليد ولكن يجب أن لا يحوي words.
هذه هو جيزون، عبارة عن جيزون. الجيزون هنا نشوفوا أنه الاختبار كان كيف تم. هنا خدينا جيفن في هذه ووضعنا هنا، ولكن حولنا فو تيكستي. شوفوا فو تيكستي موضوعة داخل هذه العلامات. خدينا هذه خديناها هكذا، حطينا ريجكس كما تشاهدون، خدينا هذاك ريجكس، ثم حطينا في بارامتر. اسم هذا البارامتر هو نفس اسم ريجكس فايل، وسنبحث هذا الفايل اكزيست او لا. ثم خدينا في الجزء الثاني عنا زوز كلمات موضوعة داخل هذه العلامات، نفس الشيء خدينا فايل وانكلود هنا، وفي الأخير فايل واكسكلود. طبعا يظهر لي معناها الأكواد واضحة، إن لم تكن واضحة تتركوا تعليق إن شاء الله وسأقوم بتوضيحها أكثر. شوف هنا نتيجة صحيحة. لماذا نتيجة صحيحة؟ لأنه هنا ولد موجود وورد غير موجود. عندما نضع الآن وورد هنا، حطه مثلا هنا سي، ونضع مثلا وورد يعني، ثم نبحث من جديد هكذا، دي نتيجة خاطئة لأنه هنا وورد موجود. عندنا كذلك نجم نحط عدة سيناريوهات مش سيناريو فقط. نحط عدة سيناريوهات، مثلا هنا سيناريو فيتشر، كذلك سنقوم بحساب الأسطر كما في المثال الأول، ولكن هنا حطينا باك جراوند. باك جراوند كيف ان الفايل كونتين 10 أسطر، الفايل لازم أن يحوي 10 أسطر. حطينا هنا باك جراوند، باك جراوند ستنفذ مرة واحدة في كل سيناريو. يعني هنا في السيناريو الأول الملف سيكون يحوي 10 أسطر، والسيناريو الثاني الملف سيحوي 10 أسطر. هنا قمنا بوين خمسة، نضيف 5 أسطر. هنا عملنا سيناريو آد لاين وهنا ريموف لاين. إذا حذفنا 5 أسطر إذا سيحوي الملف 15 سطر، وإذا حذفنا 7 أسطر إذا الملف سيحوي 3 أسطر. شوف كيف قمنا بهذا الاختبار البسيط. طبعا نجم يظهر لي هو واضح كما تشاهدون، ما يطلبش معنا عدة، يطلبش معنا ذكاء كثير، واضح بالسكريبت واضح. هنا انشأنا حطينا given when when ثم then. الgiven هنا الأولى هي فايل كونتين 10 أسطر هي هذه، ثم الوين الأولى هي 5، نفت 5 أسطر وتصبح 15 سطر، والثانية هي النحذف 7 أسطر لتصبح 3 أسطر. نشوفوا الآن حطوا انبوك جيركين، دي نتيجة صحيحة. شوف كل سيناريو وحده. به ننتقل إلى شيء آخر، كذلك كذلك مهم جدا كذلك. نحط سي دي. يعني ثلاثة ملفات هنا. عنا السيناريو الأول، شوفوا السيناريو هذا. السيناريو هنا استعملنا هذه الطريقة، نستعمل هذه الطريقة في جيركين كذلك. سمبل تيست هنا حطينا سيناريو كومبار تو نمبر، نعملو اختبار كومباريجن لزوز أرقام. هنا قلنا أنو نمبر أ أند نمبر بي، نجم نحطو نمبر أ و بي و سي. هذي كي نحطو جدول بهذه الطريقة فإنو أ يصبح عبارة عن جدول. الـ A هو يحوي 4 3 7 2 8 عبارة عن كائن، يصبح الـ A بارامتر الأول، البروبرتي الأولى، ثم B البروبرتي الثانية، والـ C البروبرتي الثالثة. يعني أعطينا هنا جدول يحوي هذه الأرقام. عندما نشغل تيست بيس واحد فإنه هذه الأرقام ستصبح بهذه النتيجة. يعني هنا إنه إذا كانت هذه الأرقام يعني A و B
متساوي غير متساويين، هنا النتيجة بتاع سي صفر. إذا كان A وال B متساويين النتيجة ستصبح في السي واحد كما تشاهدون. تعالوا نشوف كيف قمنا بهذه العملية. هنا شغلنا من خلال وان ايران كومبار نمبر، عندما قمنا بهذه العملية شغلنا هذا سكريبت، شوفوا كومبار نمبر اكس واي جريك. هنا بان النتيجة بسيطة جدا، اكس ايكوال جريك واحد ال صفر، يعني دالة بسيطة جدا. Then the result is exactly، نفتحه من جديد لكي تكون النتيجة أوضح. نفتحه هكذا لكي تكون النتيجة أوضح، تكون واضحة للجميع. عندما نشغل هذا السكريبت، the result is exactly هي هذه. نحطه param table، تابل تاني هذه، لأنه هذه مجموعة جداول. نحطه for each هنا، for each row in table، ثم compare number. compare number شنو هذه؟ هي الدالة كانت موجودة، هي موجودة في هذا المسار، عملنا dot source نتاعها حتى نستعمل هذه الدالة. row A و row B، شو قوموا باختبار مقارنة بين row A و row B. من جبنا A و B، هي هذه A وهذه B. كذا كانت الـ A والـ B متساويين، شو الـ B؟ رو C، يجب أن تكون رو C يعني واحد، يجب أن تكون رو C واحد وليست صفر. تعال ناخذ النتيجة هكذا، نحط انفوجاتين، تجينا النتيجة exactly could not find the implementation step. هنا قمنا بخطأ step. طبعا نشوف شنو الخطأ هذا. test compare number، نشوف قمنا بخطأ. لا أدري أين هو الخطأ. ترى نشوف هنا نتيجة كذا، من بقى نمبر بي نشوف الآن نمبر بي أيضاً هاي هذه أنا الخطأ. ترى نشوف الآن النتيجة، ما زال هناك الخطأ. وأنا أيضاً كومبارت منكم أن ندخل لكام فاركونكم ستوبين دي تيست. نشوفوا لي النتيجة. طبعا هنا النتيجة صحيحة، طبعا الأخطاء هي أخطاء في المسارات وفي كتابة، خطأ في كتابة اسم هذه في المسار وفي كتابة اسم الدالة. شوفوا النتيجة هنا تأتي صحيحة. هنا يدل لي معناها شفنا عدة أشياء من خلال البستر، هناك عدة أشياء أخرى كذلك لم نتعرف إليها، كما مثلا تيست كاز. نشوفوا مثلا نرجع لورا، نحطوا مثلا بازيك. هنا عنا كذلك تيست كاز من خلال الإيت، هي كذلك مهمة جدا. تيست كاز هكذا يدل، هي كذلك معناها تأخذ سهلنا معناها إذا كانت هناك معناها
حلقة تكرار تتكرر عدة مرات، يعني هي تيست كاز توفر لنا هذا الشيء وتسمح بكتابة بأقل كتابة من إذا كتبنا معناها حلقة تكرار. طبعا هذه اللي وصلنا لهذه الحلقة. طبعا نحن لم نفعل إلا النظر من فوق إلى بستر، لم نتعمق فيها أبدا حقيقة، لأنه بستر يتطلب سلسلة كاملة لوحده. معناها أردت أن تكون معنا حلقة سريعة تتحدث عن مجمل بستر، هناك أشياء كثيرة لم نتحدث عنها، ولكن إن شاء الله اللي فهمتوا موضوع الاختبار من خلال باورشيل هي معنا طريقة أخرى لفحص وتحليل الأكواد. إذا لم تفهموا هذه الحلقة تنجموا تتركوا تعليق إن شاء الله. هنا وصلنا لنهاية الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.